هل أزعجكم هذا؟ يعني هناك ردود أفعال مختلفة، رد الفعل الرسمي العالمي كله مع إسرائيل، لكن الرد الفعل الشعبي العالمي بدأ يتحرك كثيرا إلى نحو القضية الفلسطينية. أولا أبتدي بالرد الفعل الرسمي، هل أزعجكم هذا الرد الفعل المتعنت مزدوج المعايير؟ طبعا احنا معتادين على ازدواجية المعايير، ولكن هذه المرة كان فجا، يعني الدعم لإسرائيل كان فجا. خليني أقول لك شيء. بعد 7 أكتوبر لمدة 3 أو 4 أيام كان هناك رأي عام في أوروبا ضد كله، حكومات وشعوبا، كويس؟ صحيح. بدأنا احنا اتصالات مباشرة مع الرؤساء ومع رؤساء الوزارات. طبعا اذا قلت لك منذ ذلك التاريخ لليوم، انا التقيت او اتصلت تليفون يعني او اتصل بي مع 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، اخرهم امس الرئيس بوتين، وكلهم تحدثنا معهم، والحمد لله كثيرون منهم تغيرت مواقفهم. وقال لك مثلا الرئيس ماكرون جاني لهنا وتكلمت معه مرتين، ثم جاءني قبل 4 أيام رئيس مجلس الشيوخ، احنا على اتصال مع الدول. هذه الدول فعلا بدأ موقفها يتغير ويفهم ماذا أريد منهم. أريد أنه في علي عدوان وقفوه، وأنا بدي السلام حسب الشرعية الدولية، لا أكثر ولا أقل. وهذا يعني أسألك عن موقف روسيا، موقف رئيس بوتين. روسيا معنا 100% بدون أي نقاش، الروس بدون أي نقاش نحن هم معنا. هل يمكن أن يكون الروس شريكا في محادثات قادمة لحل الدولتين مثلا؟ نعم ممكن، ومستعدين لاستقبال وفود، ومستعدين لعمل أي شيء بدنا إياه نحن، وفي كل شيء يعني مش بس هذا. وبإضافة إلى ذلك الدعم، إضافة إلى دعم السياسي أيضا دعم مادي ومساعدات إنسانية تتوفر من قبل روسيا إلينا باستمرار.